السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال شباب؟ أنا إبراهيم خليل، واكتشفت شيء في هاللعبة اللي ما أدري وش اللعبة، اسمها إيس أوف سبيدس أو سبيدس أو ما أدري، الظاهر كذا. فاكتشفت أن أول ما تدخل هو يدخلك على السيرفرات اليو إس ويست وبعيدة علينا، فيعطينا البنج عالي جدا. توني انتبه لها بالصدفة يعني. فندخل على اليوروب اللي هم أوروبا، أسهل لنا بكثير وأقرب وأحسن. هذا يعني 94 بينج ممتاز، يعني ما حصل زي كذا. فخلونا نشوف لنا جيم مدخله. كابتشر ذا فلاج، كاسل وول تيم. خلينا نلعب تيم. 98 البينج أتوقع معقول. لما أدري على اللعبة دي، تدرون اللعبة هذه إن شاء الله راح أسويها جيف أواي في واحدة من الستريمات اللي راح أسويها. فخلوا في وقت الستريم يكون مفاجأة الواحد الموجودين في الستريم. يلا نلعب يا أخي. نقاط. أنا ما قاعد أسوي لودينج. اوكي خلاص خير. ما بريدي. حركات والله ما بريدي. جوين جرين، لا جرين واجد. روح مع البلو عشان افقع وجه الجرين. ناخذ لنا الروكت، كان سيء اذكر. وش ذا؟ جربت انا السنايبر والروكتر هذا مجنون ذا، خبر خلينا نجربه. ايش هذا؟ سلم. هذا العبيط اللي يطير الظاهر. اي هذا العبيط اللي يطير. شوف على الزاويه اللي صار موجود يبين حق الروح. ادري انكم قاعد تسمعون. احنا ازرق صح؟ اي احنا ازرق، هم الاخضر هذا خوينا. اسمع صوت هليكوبتر. والله ما يطير واجد. ذاك اخضر. هذاك سنايبر ضاعف. سنايبر الظهر من فوق سنايبر. فاللي بسويه هذا هلفه بعد. حلو حلو حلو. هذه طلعت. راحت عليكم يا الخضر يا المعفنين. في احد هنا؟ خلاص اصوات عشان ادور عليه هنا. هذا سنايبر. ديرين ديرين ما يدري. يجري. باي باي يا غبي. في احد يشوفنا؟ في واحد هنا. لا انا غلط، مفروض اني احط ارمي عليه نيد. ايش الفاول فيني انا؟ الحين مرة ثانية عرفت. عبيطة يعني. تونس الواحد. لا فيها ريلود بعد في الشرطة. مطار يسوي ريلود. هنا هو داخل. هذاك واحد. شكله ملقلق. يا ليل حشيت حشا ولا طب. واحد هنا بدي يطلع. وين وين وين؟ في واحد هنا رهيب. هذا راعي الصاروخ. في واحد هنا صح؟
افا طلع ما ذبحته ما شاء الله. على بالي 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 تذبحني مرة اروح ولا شيء ما اسوي ولا شيء عادي مسوين عالم يعني. اوه والله في راس سنين هناك بعد حركات. المشكلة في سنايبرز وهذول كلهم مخشين ربعنا السنايبر بعد نفس الفكرة. في واحد داخل لما ناخذ قد ما في واحد داخل في واحد قاعد يبني. اوكي اوكي وش ذا اللي يغير؟ في واحد ثاني هنا وين اللي قاعد يبني؟ مبهع ايش صار ليه؟ ليه كذا؟ ليه؟ والله يا اسف وين طلع؟ افا ها على اخوي انا ما ادري ايش اسوي له الظاهر هذا زي اللغم او يمكن حط لغم اوريك اوريك الحين. اوه هذا خوينا زاوية فريقنا والله حق تنزلناك ممكن بعد تنزلناك يلا عاد اسمع صوت البنا. يحطون الغام اوكي لكم في شيء يتفرقع في وجهنا. واحد صح هذي حط لهم اوكي شتول شايف واحد هنا. اوه شافني شافني السنايبر شافني ها باي باي. هذا واحد ثاني ها باي باي اللي بعده وينكم؟ فجر وجهي كيف افهم فريقنا ايش قاعد يسوي؟ وين اسمي انا؟ والله يعني ما حد قاعد يتحرك هذه مشكلة. اين انت يا فتى؟ سأفقع وجهك. افا يح انا لي اسبوع قاعد ارشه ترى من امس من قبل اسبوع سبع ايام يعني وانا قاعد اطلق عليه ليه كذا؟ سأفقع وجيهكم مسكوا وياي على شغلي فاعذروني. في واحد قاعد يحفر خوينا قاعد يحفر هنا. اوه هناكم بعيد وين 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 تعال يا هنا هنا الظاهر. اوه فضيحة يا جوال في واحد يلحقني في واحد يلحقني النحش يا ولد انا ما ادري وينه. ها ها باي باي
الظاهر باي باي صح باي باي. ها باي باي. هل بعده هل بعده؟ متحمس انا متحمس. ما عندي رصاص. خلاص مو باللي بعده خلاص. اطق بشيء ولا يعني. اسف والله اني داري. ما عندي رصاص اسوي. اوه المفروض اني اروح لي رصاص. بس. يا بلا 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 خلنا نشوف سير سكور حقي ابراهيم 9 9 هذا 9 باقي دقيقة واحدة دقيقة واحدة. I'm coming say hello to my little friend. في احد ما في احد يعني صار الموضوع سهل. هذا ما يدري عني. يلا اوه جميلة. هذا خوينا. ها ظهر اصبرون من هنا. طاح كيف السالفة. ما في احد هنا. وين وين. تعال يا اخضر. تعال يا معفن. يس يس شكرا يا فريق الابطال. فزنا. حلوه الحركه هذه. المهم ان شاء الله راح اسوي على الجيف اواي اللعبه هذه في الستريم اذا اول ما اسوي لها ستريم يعني. فشكرا لمتابعتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله.